هلا وحياكم الله وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما شاء الله تبارك الرحمن. وين أهل الزين؟ الموديل 90 6 باي 6 الحجم 35 35. السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن، شاسي أساسي، غمارة بلد، تواير جدد، محركات على الشرط على الفحص. السيارة تحفة بمعنى الكلمة. مجهزة بصندوق شغل الكويت، طبعا التواير 10 وسبيرات 2 كلها جدد، يعني يطلع 12 تاير كلها جدد. ما شاء الله تبارك الرحمن. الممشى 470,000. راح نصور لكم داخليها. طبعا 8 روس، 2 تيربو، 8 غيار. السيارة غمرتها بلد وشاصية أساسي ومحركاتها على الشرط وعلى الفحص. هذا داخليها ما شاء الله تبارك الرحمن، استكرت الوكالة كلها عليها. الموقع معرض الديحاني للشاحنات النعيرية.